مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بالاستهداف الممنهج للطائفة البهائية من قبل الحوثيين، وصفة إياه بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. المنظمة أكدت أن الميليشيا اقتحمت اجتماعا للبهائيين في منزل خاص بصنعاء في 25 من مايو الجاري واختطفت 17 شخصا. أضافت أن الطائفة البهائية وهم أقلية في اليمن يواجهون اضطهادا مستمرا من قبل الحوثيين. وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش نيكو جعفرنيا إنه يجب على الميليشيا الكشف عن مكان المختطفين فورا والإفراج عنهم واحترام حقوق جميع اليمنيين في حرية التعبير والمعتقد. نناقش هذا في محورين: استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق البهائيين وأسبابه، ولماذا عجز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية عن حماية اليمنيين من بطش ميليشيا الحوثي. تقرير ماهر أبو المجد. لا يقبلون بأحد سواهم، وكأن الحياة لهم وما دونهم لهم الموت والسجن. إن الأفكار التي تستند عليها ميليشيا الحوثي تجعلهم أعداء لكل من حولهم، يرون أنهم مفضلون وقولهم الحق. هذه العقيدة الإقصائية تقودهم لممارسات الاعتداءات والانتهاكات بحق الجميع. آخر ضحايا الميليشيا البهائيون، وهم طائفة دينية كانت تنعم بنوع من الخصوصية طوال العقود السابقة. منظمة هيومن رايتس ووتش نددت بالاستهداف الممنهج للطائفة البهائية من قبل ميليشيا الحوثي، وصفة إياه بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن الميليشيا اقتحمت اجتماعاً للبهائيين في منزل خاص بصنعاء في 25 من مايو الجاري واختطفت وأخفت 7 أشخاص. وأضافت إن الطائفة البهائية وهم أقلية في اليمن يواجهون اضطهاداً مستمراً من قبل الحوثيين. الباحثة في المنظمة الحقوقية ووتش نيكو جعفرينا قالت إنه يجب على الميليشيا الكشف عن مكان المختطفين فوراً والإفراج عنهم واحترام حقوق جميع اليمنيين في حرية التعبير والمعتقد. وكانت الجامعة البهائية العالمية قد أدانت انتهاكات الميليشيا وقالت إن الاجتماع كان بمثابة تجمع سنوي لانتخاب الهيئة الوطنية الحاكمة للطائفة البهائية في اليمن. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا أمت الرحمن المطري، وهي نائبة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات. أهلا بك معنا سيدة أمت الرحمن. إذا البهائيون أقلية، هل فاجأك ما جرى في صنعاء؟ نعم أخي الكريم، بالطبع تطور خطير للميليشيات الحوثية يؤكد للجميع أن هذه الميليشيات من الصعب جدا أن يتعايش معها، سواء من كان من الشعب اليمني أو من كان موجود في الأراضي في الشعب اليمني. طبعا على مر العقود طويلة مع البهائيون يعيشون في المجتمع اليمني ولم يتعرضوا لأي ضغوط أو انتهاكات أكثر من 150 عام، وهم متواجدون في الشعب في اليمن ويتعايشون مع الشعب اليمني. ولكن منذ أن انقلبت هذه الميليشيات الحوثية على اليمن في 2014 تداهم منازلهم، يختطف رجالهم ونساءهم، ورأينا هذا الاختطاف أو المداهمة ليست الأولى. طبعا كان هناك في 2018 وكذلك في 2020، وما زال هناك بهائيين في سجون الحوثي إلى الآن معتقلين. والآن كان تجمع سنوي سلمي داهمهم مسلحين حوثيين واختطفوا ما لا يقل عن 17 شخص من بينهم نساء. طبعا هذه الانتهاكات أو الاختطافات وممنهجة استمدها الميليشيات الحوثية من المنهج الإيراني، وهي دخيلة على الشعب اليمني الذي يحترم العادات والتقاليد والدين. ولكن هذه الميليشيات الحوثية عاثت في الأرض فساد ولا يستطيع أحد التعايش معها. نعم، دعيني أرحب بالدكتور نادر الثقاف، وهو ممثل مكتب شؤون البهائيين في اليمن، وأيضا معنا من فيينا رئيس منظمة سامي للحقوق والحريات توفيق الحميدي. أهلا بكما معي ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور
نادر بشأن هذا الانتهاك الذي تعرض له البهائيون، هل هذه الطائفة تمثل تهديدا للحوثيين؟ مساء الخير وشكرا للتلفزيون بلقيس على الاستضافة، والشكر لزميلي توفيق وأمة الرحمن. بالعكس يعني كما شاهدنا الكل يعني وكما الأخبار، هي البهائيين هي مجموعة مسالمة دائما تسعى إلى خير ورفاه المجتمع اليمني من ناحية تحسين الأمور المعيشة في أي مكان يقيمون فيه في اليمن. لكن للأسف الهجوم العنيف في مسلح الحوثيين والمداهمة العنيفة اللي حصلت قبل 6 أيام تاريخ 25 وكان واعتقلوا فيها 17 شخص بينهم 5 نساء يدل على استمرار الاضطهاد المنهج اللي يعني من البهائيين أكثر من 9 سنوات بسبب جماعة الحوثي. هل للبهائيين في صنعاء أو في المحافظات التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي اجتماعات دورية، أم أن هذا كان الاجتماع الوحيد خلال الفترة الماضية ولذلك حصل هذا الاقتحام؟ كما أشرتم بالتقرير، الاجتماع هو كان عبارة عن في منزل أحد الأشخاص البهائيين يعني، والاجتماعات اللي نتكلم عليها هي عبارة عن لقاءات يتم فيها التشاور حول الشؤون الإنسانية والمجتمعية، أكان للبهائيين أو لزملائهم الآخرين، وهذه هي اجتماعات موجودة بشكل مستمر. لكن هذا الاجتماع كان له خصوصية، إنه اجتماع يتم فيه اختيار أفراد من البهائيين يهتموا بشؤونهم الإنسانية والمجتمعية الخاصة. طيب توفيق الحميدي، ما جرى، هل هو برأيك هل هو تصرف فردي أم له ما بعده؟ مساء الخير لك الكريم، أختي الكريم لك وضيفيك الكريمين. هو ما حدث استمرار لحالة الإقصاء التي تمارسها جماعة الحوثي ضد جميع الأطراف الموجودة على الساحة اليمنية. جماعة الحوثي تمارس الإقصاء سواء على مستويات أو بالمجمل، هي تمارسه على المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي والمستوى الفكري. وبالتالي لم ينجو أحد من ممارسة جماعة الحوثي ما لم تكون أو تعيش تحت جلباب هذه الجماعة، والعيش في جلباب هذه الجماعة بمعنى الخضوع التام لها والتنازل عن معتقداتك وأفكارك ورؤاك السياسية. وبالتالي هذا السلوك اليوم الذي نشاهده في صنعاء هو سلوك قائم داخل بنية هذه الجماعة وفي خلفياتها الفكرية والسياسية والثقافية. وبالتالي اليوم من المستحيل جدا أننا أو نتحدث يمكن عن نقطة أو منطقة رمادية يمكن أن يلتقوا الناس فيها من مع جماعة الحوثي على كافة المستويات. وبالتالي رأينا ممارسة هذه الجماعة مع المخالفين من ضمنهم الطائفة البهائية في اليمن، والتي بالفعل يعني تعاني من اضطهاد هذه الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، ووصل الأمر إلى حد النفي لمواطنين يمنيين لم يرتكبوا أي جريمة بحق أي مواطن يمني، بل كانوا ضحايا للانتهاكات التي تمارس من قبل هذه الجماعة. لكن هذا التصرف بشكل عام في مثل هذا الظرف من المهم أن نقرأه جيدا، يقرأه المجتمع الدولي بصورة أكثر. واليوم نحن على مشارف الحديث عن السلام والحديث عن المرحلة المقبلة، يجب أن يتنبه العالم جيدا ما هو السلام اليوم المطلوب، ما هي المرحلة المقبلة، إذا ستكون ما موضوع حرية الرأي، الحرية السياسية، الحرية الدينية، عملية التعايش في المرحلة المقبلة. لأن هذه الجماعة اليوم يبدو أن لديها توجه واضح حول تنميط هذا المجتمع وقولبته ووضعه في فورمة خاصة وعدة ليتطابق مع رؤاه الفكرية والسياسية،
على كافة المستويات في المدارس طيب. في المراكز الصيفية في كافة مناحي الحياة اليمن. سيد المطري، كيف يمكن حماية الأقليات في اليمن؟ اليهود والآن البهائيين وبعدهم الكثير يوجد من الطائفات أو طوائف الأقليات داخل اليمن وخصوصا في مناطق سيطرة الحوثيين. نعم أخي الكريم، يجب أن يستوجب التضامن محلي ودولي وتحرك فاعل من قبل المنظمات الحقوقية المهتمة بهذا المجال والمؤسسات الرسمية الدولية للضغط على جماعة الحوثي من أجل الكشف عن مصير المختطفين، ثم بعد ذلك ومن ثم إيقافهم وضع حد لهذه الانتهاكات أو الممارسات التي تقوم بها هذه الجماعة. لابد أن يكون هناك يعني اخضاع هذه الجماعه الحوثيه ونشاهد يترجم على ارض الواقع. لا يكفي الادانات والاستنكار لما تقوم به هذه الجماعات، لانها كما شاهدت اخي الكريم وشاهد الجميع ان الميليشيات الحوثي تتطور كل يوم، يعني تمارس انتهاكات بحق ابناء الشعب اليمني بحق الموجودين في اليمن بشكل عام. راينا كيف مارست انتهاكات بحق الأفارقة بحق البهائيين من تواجد في الشعب اليمني، تتعمد إلى إذلاله وأخضاعه، وهناك يعني لديهم منهج عملية ممنهجة في هذا المجال. إذن هل المنظمات المعنية بهذا الشأن عملت ما عليها أم أن هناك الكثير لم يعمل حتى الآن؟ بل هناك الكثير أخي الكريم، وهناك يعني للأسف منظمات دولية موجودة في المناطق السيطرة الحوثي تحولت من منظمات حقوقية إلى منظمات تسمي نفسها إغاثية أو ما إلى ذلك، تهربا من رصد الجرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي. لابد أن يكون هناك ضغط كما ذكرنا قوي على هذه الجماعة حتى يكون هناك الحد من هذه الانتهاكات التي تمارسها. أشكرك أمة الرحمن المطري، وأنت نائبة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. أعود إليك مجددا دكتور نادر السقاف، ما مصير من اعتقلوا أو اختطفوا في هذه المداهمة ومن قبلهم؟ للأسف الشديد مرت الآن 6 أيام على الاختفاء القسري لل 17 بهائي، عدم معرفة أماكن تواجدهم، ومرور الوقت يعطي مخاطر جمة أكبر على الوضع الحاصل، ويعطي مخاوف على أنه كيف من الممكن أن يسيء معاملة هؤلاء الحوثيين، يسيء معاملة البهائيين، ومحاولة فبركة قضايا عليهم عن طريق إرقامهم باعترافات قسرية أو تحت التعذيب القسري. وهذا الشيء خطير جدا، غير أن هناك شواهد أخرى بدأت تظهر أنها لم تكن هي حادثة معزولة، بل هناك احتمال يأتي إلى أنها تكون بداية لاستمرار موجة أخرى من الاعتقالات الموجودة السابقة. يعني كما نعرف نحن قضية البهائيين السابقة الموجودة في المحكمة الجزائية في 2018 ب24 بهائي، إلى اليوم لم يغلق ملف القضية، لا زالت معلقة، والتهم الموجودة فيها هي تهم المفبركة من طرف الحوثيين بنفس الأفكار، نشر الدين البهائي، العمالة، نفس الأفكار الموجودة. وكلما يتأخر وقت إطلاق سراحهم تتولد مخاطر مختلفة، فإضافة الآن قضية 17 بهائي إلى هذا يدل على أن هناك منهجية في تطور الاضطهاد الموجود في الحوثيين. بالنسبة للبهائيين، هل حددوا دوافع هذا الاقتحام وهذا التعامل معهم؟ بالنسبة للدوافع الموجودة هي استمرارية في الاضطهاد، يعني هي ليست حادثة معزولة، هي حادثة خلفية حوادث سابقة، هي تصعيد إضافي من طرف الحوثيين
لإعطاء رسالة واضحة أنه لا مجال للتعايش. يعني هذه هي النقطة الموجودة. فبركة التهم هي أشياء إضافية فقط لمحاولة محو الهوية البهائيين المتواجدين في اليمن، محو إصرارهم على أن هذا الاضطهاد نوع من تخويف للبهائيين ولغير البهائيين، بأن من لديه فكر مختلف، من لديه دين أو أفكار مختلفة فهذا مصيره. كما ذكر زملائي سابقا، وقوف الجميع بوجه هذه الأفكار هي رفع لمعيار حقوق الإنسان في اليمن. الوقوف مع البهائيين هو رفع معيار حقوق الإنسان لكل اليمنيين المتواجدين. نعم توفيق الحميدي، يعني هذه أقلية كما ذكرنا، وهذه انتهاكات كما قال الدكتور الثقافي متواصلة. برأيك هل سيقف البهائيون مكتوفي الأيدي أم لديهم خيارات للقيام بشيء وهم جماعة مسالمة كما ذكر الدكتور؟ أنا باعتقادي اليوم هنالك أكثر من خطوة، وهي خطوات مهمة. اليوم هنالك تأسيس للمجلس الأعلى للأقليات في اليمن، وهذه باعتقادي يمكن أن يكون أحد الحوامل المهمة على المستوى الخارجي وعلى المستوى الداخلي من أجل نقل يعني هذه القضية والتعريف بها. نحن نعترف أن هنالك نوع من القصور للأسف الشديد على المستوى القانوني وعلى المستوى السياسي في المرحلة المقبلة، عفوا في المرحلة الماضية بالأقليات على مختلف خلفياتها. لكن اليوم هذه جماعة تتحرك وفق القواعد المدنية والسلمية التي اختطها لنفسها يعني، وهذا واضح من خلال إصدار البيانات مخاطبة المجتمع الدولي. من المهم اليوم أن يرتص المجتمع المحلي والمجتمع الخارجي. اليوم يجب أن يظهر المجتمع المحلي أكثر توحدا بجانب هذه الطائفة، بحيث يدرك جماعة الحوثي أن المساس اليوم بأي طائفة من الطوائف أو بفرقة من الفرق أو بتيار من التيارات على المستوى السياسي أو الفكري أو الاجتماعي أو أي تدرك أنها ستواجه المجتمع اليمني بأكمله. وهذه نقطة في غاية الأهمية اليوم، يجب أن نتنبه لها الأحزاب، منظمات المجتمع المدني، الشخصيات الاجتماعية، النشطاء، الحكومة الشرعية إلى غير ذلك. اليوم الحديث عن البهائيين بمعنى أنه استهداف لكل يمني يخالف هذه الجماعة. لو تركت هذه الجماعة لقدرها لمصيرها، غدا سيتم الاستفراد من كل طائفة على حدة. رأينا اليهود عندما تركوا الترحيل من صنعاء، عفوا من صعدة ثم إلى صنعاء، ولم يبقى هنالك من اليهود في اليمن إلا عدد محدود ربما لا يتجاوزون أصابع اليد. ورأينا الأمر في دمنهور للأسف الشديد عندما ترك أبناء دمنهور وأجبروا على الرحيل وغضت الحكومة الطرف في ذلك الوقت. رأينا في النهاية لم يترك أحد يعيش على الأرض اليمنية، وألصقت التهم بكل الناس، تهم الإرهاب وتهم الدعشنة وتهم المخالفة. إذن سيتوفيق بالنسبة للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية، في أي إطار تدرج هذه الممارسات وما المرجو منها كموقف؟ هي طبعا تدرجها في إطار انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأي والتجمع والمعتقد، ومخالف لإعلان الأمم المتحدة 48 والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والمدنية والسياسية. والمجتمع المدني الدولي يرتفع منسوب تفاعله بقدر ارتفاع تفاعل منسوب المجتمع المحلي، نكون صادقين في هذا الجانب. كلما كان المجتمع المحلي أكثر نشاطا وأكثر صوته أعلى، باعتقادي سيشكل حرك كبير للمجتمع الدولي. اليوم رأينا بيانات متعددة مع الانتهاكات الأخيرة، لكن يجب أن يواصل هذا المسار، توجه الرسائل، يكون هنالك صوت مدني يمني موحد في اتجاه مثل هذه القضايا. نعم دكتور نادر الثقاف، بالنسبة للبهائيين داخل اليمن وخارجها، ما الخيارات المطروحة لديهم؟ هل ستكون
لمن هم في الداخل الهجرة كما حصل مع اليهود، وهم من هم في الخارج الانتظار، انتظار أهلهم للقدوم إليهم؟ أعتقد أن قضية البهائيين هي امتحان لبلوغ وعينا المجتمعي والإنسان. من هم نفوا من اليمن أو هجروا قسريا من اليمن هم لا يتعدوا العدد البسيط وما كان له علاقة بقضية 24. آلاف من البهائيين المتواجدين في اليمن هم تحت رحمة الحوثيين ورحمة الاضطهادات المستمرة. وعينا المجتمع الإنساني إضافة لما قاله الأستاذ توفيق، يجب علينا احنا أن نقوم بأعمال بمناصرة هذه القضية محليا ودوليا. يجب أن تكون رسالتنا احنا واضحة للحوثيين أنه في إطار السعي لعمليات السلام انتهاك حقوق الإنسان، انتهاك الحق الإنساني بالتجمع بإظهار الفكر والرأي، وشيء غير مقبول نهائيا. فكرة أنه يتم اضطهادك لأنك ذو فكر مختلف، هي يجب أن نرسل رسالة واضحة متكاتفية الأيدي أنه هذا غير مقبول نهائيا. إذا كان هناك أي نوع من احترام للمجتمع الدولي، يجب أن المجتمع الدولي أن يكون له رسالة قوية صريحة واضحة، ونبدأ منها برسالة المجتمع المدني المحلية في اليمن. أشكرك الدكتور نادر السقاف، وأنت ممثل مكتب شؤون البهائيين في اليمن. الشكر أيضا من فيينا لتوفيق الحميدي، وهو رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة على المتابعة، وإلى اللقاء.